بطاقة الإيفل عم تعطيني معلومات كاملة ووافية وأيضا دقيقة جدا، وفي إلها تقارير محاسبية بتريح الشركات وبتعملها ضبط محكم على عملية تزود بالوقود. وإحنا بنربح الناس بنزين ببلاش يا رامي. الناس إحنا مستنيينها بمحطة المناصير بطريق السلطة علشان يربحوا بنزين ببلاش. رجعت عبيتها تاني ولا لا؟ بترجع تشحنها منين؟ من المناصير نفسها، من الكازية نفسها. وأول مرة جبتها منين؟ يعني أول مرة أصدرتها منين؟ من طريق المطار، من الكازية على طريق المطار. تمام، أنت ربحت معنا إيه كاش؟ ألف مبروك حبيبي. حبيبي يا وامس. على طريق السلط يا ما مشينا، وين تعبت الرجلين نمشي عادينا، لا جبل ولا واد صالطية ولا جبل ولا واد. والله برافو عليه ونربحه معانا بتوع اي كاش. سمعنا ومتابع معانا 100%. طب قول لي الفرق بين البطاقتين الاي كاش والاي فل. الاي كاش بتعبيها مره واحده او بتشحن مره واحده للبنزين، الايفل بتعبي لك حسب رصيدها، حسب شو فيها هي بتعبي لك رصيد، حسب ما تحدد انت على الانترنت قديش بدك. كم عدد كازيات المناصير في المملكه؟ 31 كازيه، اخر واحده في البقعة او عين الباشا انا ما اظن. طب اصدار بطاقه الايفل بيبقى منين؟ من مكتب طريق المطار الكازيه. والله مظبوط 100%. طب قول لنا ثلاث اغاني للست ام كلثوم. غير هيك. انت عمري مش عارف، في كمان اغنيتين، في لها اغاني كثير مشهوره، في لها شريط رباعيات الخيام، وفي كمان اللهم صل على سيدنا. خلاص كويس، انت جاوبت كويس على البطاقات، وكفايه انك عارف انت عمري لام كلثوم والرباعيات، ومبروك ربحت معانا اي كاش. عايزين ناكد برضو عليكم ان احنا يوم الاثنين هنكون موجودين بكازيات المناصير اللي في شارع مكه من 6 ل 7. لاقونا هناك واربحوا معانا اي كاش.